في عدم تعمد رؤية حكم اللقاء. محمد معروف، الركنية ملعوبة لفريق الاتحاد. صلاح سليمان بيبعد الكرة من داخل منطقة الجزاء، خلفية، الله يا غندور، الله يا غندور، الغندور بيتغندر، الغندور بيتغندر ويسجل هدف الآن ليحرك كل أرجاء الريف والحضر والبندر هنا في أجواء رائعة لمدينة الإسكندرية. يا سلام يا غندور، الغندور لما يتغندر الآن يسجل مع الدقيقة 64 لحظة تقدم حارس المرمى، كرة ساقطة هنا ماحقة، هنا يتحقق الهدف، خلفية باكورد أجمل من باقة الورد، الله على هدف أول يسجل بقدم خالد الغندور، هدف أول حرك مشاعر الجمهور السكندري، يسجل يفتتح النتيجة في الجولة رقم 26.